نبيل صوالحة هو ممثل أردني اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية، وهو شقيق الممثل الأردني العالمي نديم صوالحة والذي احترف التمثيل في بريطانيا. من أشهر الأعمال الفنية لنبيل صوالحة البرنامج الكوميدي بيني وبينك، حيث كان يؤدي العديد من الشخصيات في الحلقة الواحدة مثل شخصية أبو صبحي وشخصية سميح أبو جزرة. وعرف أيضا من خلال أهل نبيل وهشام، حيث اشترك مع الممثل الأردني المعروف هشام يانس وشكل ثنائيا كوميديا مشهورا لعدة سنوات ثم انفصل. الفنان نبيل صوالحة هو من مواليد مادبة من عشيرة العزيزات. من أشهر أعماله البرنامج الكوميدي بيني وبينك، البرنامج الكوميدي أهل نبيل وهشام حموز، مسلسل فندق باب العمود، مسلسل الأخرس والقلادة الخشبية، مسلسل الكحتوت، مسلسل محاكم بلا سجون، مسرحية رحلة منسفية من عمان إلى رام الله، مسرحية أهل حقوق الإنسان العربي، مسرحية أهل النظام عالمي جديد، مسلسل الفرداوي. وفي ختام هذا التقرير لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.